السلام عليكم، كيفكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بخير وين ما كنتم. مثل ما شفتوا بعنوان الفيديو، رح نبلش سلسلة جديدة. هاي السلسلة هنتكلم فيها عن شخصية مؤثرة في التاريخ. رح نتناول خلال عدة فيديوهات حياة الشخصية، أعمالها، أهم المواقف والمحطات واللي مريت فيها. قبل ما نكمل الحلقة، كثير مفيدة، بتمنى أنكم تتابعوها لنهايتها. بس إذا كنتم مستعجلين، بتمنى تروحوا لنص الفيديو أو بعد شوي وتكملوا القصة، لأن القصة كتير حلوة ومفيدة وفيها عبر كتير. سبب تصويري لهي السلسلة هو عدة أسباب. واحد من هاي الأسباب هو حبي للصحابة رضي الله عنهم ومواقفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأسباب أيضا أن احنا اليوم كتير بحاجة لنتمثل بأخلاق الصحابة ونقتدي فيهم ونهتدي بهديهم. كمان من الأسباب هو إظهار بطولات الصحابة ومواقفهم الرجولية مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا لاحظنا هذا الشيء بيغيب عن الغرب، يعني مين منكم سمع عن أمجاد وأبطال بالغرب؟ لهيك اخترعوا لنا شخصيات وهمية وأبطال خارقين مثل سوبرمان وباتمان، للأسف ليقنعونا بهي الأبطال الوهمية وينسونا أبطالنا الحقيقيين اللي فتحوا من المشرق للمغرب. حبيت اليوم بلش بهي السلسلة عن صحابي صار لي زمان حابب بحكي عنه، صحابي أعز الله به الإسلام. رح نتكلم اليوم ونبلش بالصحابي الجليل عمر بن الخطاب. ليك خلونا نبلش فورا وما نضيع وقت. هو عمر بن الخطاب بن نفي بن عبد العزة، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي بن غالب، يكنى بأبي حفص ولقبه الفاروق. طيب في شي يوم سألت حالة شو سبب تلقيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بالفاروق؟ أنا رح لك شو السبب. قبل إسلام عمر كانت الدعوة سرا، كان عدد المسلمين قليل جدا، وكانوا يجتمعوا بدار الأرقى من الأرقام سرا وخوفا من مشركي قريش. ووقت أسلم سيدنا عمر ظهر الإسلام، وكان أول من وقف عند الكعبة وأعلن إسلامه أمام جميع المشركين. وهي الفكرة بإذن الله تتوضح بنهاية الفيديو، فلهيك خلوكم مستمرين معي إلى النهاية. ولد عمر رضي الله عنه بعد عام الفيل ب 13 سنة، وبهيك بيكون أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان ب 13 سنة، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل. كان عمر رضي الله عنه أبيض اللون، جميل الوجه والخدين، طويل أصلع الرأس، كان قوي البنية يعادل الراكب على الفرس. يعني إذا جبنا فرس وحطينا فوق زلمة كان سيدنا عمر رضي الله عنه يعادله بالطول، كما كان طويل الشارب. وهلأ نجي لحياة سيدنا عمر رضي الله عنه قبل الإسلام. سيدنا عمر رضي الله عنه يتعلموا قراءة، وكان قلال جدا بهداك الوقت اللي بيعرفوا يقرأوا. وكانت نشأة سيدنا عمر قاسية جدا، ما فيها رخاء وراحة وترف اللي كان عند أقرانه من أبناء قريش. وهذا الشيء سببه أنه أبوه الخطاب كان يجبره ويدفعه بقسوة إلى المراعي ليرعى الغنم والإبل وغيرها. وهذا الشيء ترك أثر سلبي في حياة سيدنا عمر، وظل يذكر هاي الحادثة إلى أواخر حياته، حتى أنه قال في آخر حياته: كنت أرعى للخطاب في هذا المكان وكان فظا غليظا، فكنت أرعى أحيانا وأحتطب أحيانا. ومع هيك هذا العمل والقسوة اللي نشأ فيها سيدنا عمر رضي الله عنه خلته يتمتع بصفات ما لا موجودة عن غيره، مثل الجلد وقوة التحمل وشدة البأس. وسيدنا عمر رضي الله عنه كان بارع بأمور تانية كتير، فكان بارع بالمصارع وكانت مشهورة بهداك الوقت، كمان كان بارع بركوب الخيل، وكان اللي أبدعوا في الشعر، حتى أنه كان يحضر مجالس عقاظ واللي هي معروفة مجالس الشعراء. كمان سيدنا عمر رضي الله عنه اشتغل بالتجارة، كان يروح لليمن وللشام، حتى أنه صار من أغنياء مكة. وكمان معروف عن سيدنا عمر رجاحة العقل وقوة الحجة ولغة البيان، حتى أنه كان سفير لقريش مع القبائل في وقت الحروب والخصوم، كان يحكم بين المتخاصمين، وهذا الشيء قبل الإسلام. وهلأ نجي لأهم وأحلى فقرة بهي الحلقة، وهي إسلام سيدنا عمر رضي الله عنه. لما اشتد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وبلشت دعوته تنتشر شوي شوي، وعجزت قريش بكافة الوسائل عن إيقاف دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا وقرروا أنهم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اللي راح يقوم بهي المهمة هو عمر بن الخطاب.
أخذ عمر سيفه وراح ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يوم حار جدا. هو بالطريق وقفه رجل كان أسلم وخبأ أسلم، قال له لوين رايح؟ قال له رايح أقتل محمد وإنهي دعوته وريح قريش منه. فقال له يعني أنت لو رحت قتلت محمد هل بني عبد مناف رح يتركوك تمشي على الأرض؟ وكان عنده بهداك الوقت موضوع التار كتير مهم. وظلوا يتحاوروا فترة من الزمن حتى علي صوتهم، فقال له عمر كأنك صدق، يعني كأنك أسلم، ولو كنت متأكد من هذا الشيء لبلشت فيك أول شيء. فلما يئس الرجل منه قال له قبل ما تروح تقتل محمد روح شوف أختك وزوجك فقد أسلموا. فهون عمر بن الخطاب غضب غضب شديد وراح فورا لأخته فاطمة وزوجها، وكان عندهم الصحابي خباب من الأرب عم يقرئهم القرآن. فلما دق عمر الباب خافوا كثير وفورا تخبى خباب. فلما دخل عمر قال لهم شو هذا الكلام اللي كنت عم بسمعه؟ قالوا له مجرد حديث كان بيناتنا. فقال لهم كأنكم أسلمتم. فقال له سعيد رضي الله عنه أرأيت لو كان الحق في غير دينك؟ يعني شو فيها لو كان الحق بغير دينك؟ تركنا نعمل اللي بدنا اياه. فبلش يضرب سعيد حتى أدماه. فإجت السيدة فاطمة رضي الله عنها لتبعد عمر عن زوجها فضربها فأنزل الدم من وجهها. فقالت له يا عدو الله أتضربني على أني أوحد الله؟ عمل اللي بدك يا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وقد أسلمنا رغما عنك. فهون سيدنا عمر حسب الندم وبعد عن سعيد. وكان في صحيفة جنبه وهي اللي كان عم يقرأهم منها سيدنا خباب بن الأرد، فأجى بده ياخدها فمنعته فاطمة رضي الله عنها، فقالها أعطيني إياها فقد وقع في نفسي شيئا مما قلتي. فهون بلش نور الحق يتدفق إلى نفس سيدنا عمر رضي الله عنه، وأخذ الصحيفة وبلش يقرأ فقال بسم الله الرحمن الرحيم، فخاف ثم أكمل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. عظم الأمر في نفس سيدنا عمر وقال من هذا هربت قريش، يعني من هذا القرآن خافت قريش. ثم أكمل قراءة حتى وصل إلى قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فقال عمر ينبغي لمن يقول هذا ألا يعبد غيره دلوني على محمد. هون السيدة فاطمة وزوجها سعيد ارتاحوا واطمأنوا، وخرج خباب بن الأرت مبتسما وقال لعمر لقد استجيبت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك. فقال له عمر وما هي هذه الدعوة؟ قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. وراح عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصل ودق الباب الصحابة خافوا كتير وقالوا هذا عمر لأنهم بيعرفوا قوة عمر. وكان من بين الصحابة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا، فقالهم افتحوا له الباب إذا كان جاي ليسلم فأهلا به وإذا جاي ليؤذينا قتلناه وما أسهل علينا قتله. فلما فتحوا له الباب دخل عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف المصطفى صلى الله عليه وسلم ووضع يده على كتفه وقال له يا ابن الخطاب أما آن لك أن تسلم؟ مو حاجة بقى، مو لازم تسلم. فقال له عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وهم كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح الصحابة كتير،
وكأنه ضعفهم تحول إلى قوة ما حدا قادر يكسرها. بعدين قال عمر: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ مو لحنا على الدين الحق ولحنا بالطريق الصحيح؟ قال له: نعم. فاستأذن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعلن إسلامه أمام جميع المشركين. وهون شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هذا الوقت المناسب ليجهر بالدعوة، فأذن له. فراح عمر رضي الله عنه إلى الكعبة وأعلن إسلامه أمام جميع المشركين، وبلش يقاتلهم حتى يئسوا منه. وهذا كان يوم عظيم في الإسلام. يقول عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزاء منذ أسلم عمر. العبر من هاي القصة كتيرة، بس أنا حبيت فكرتين حابب أوضح لكم اياهم. أول واحدة وهي إنه إحنا لازم نفكر بعقلنا ونبتعد عن التقليد الأعمى. مو يعني إذا كل العالم عم تخربط وتخطئ لازم أنا أخطئ، مو يعني إذا كل العالم غرقانين لازم أنا أكون غرقان. لازم نفكر بعقلي وميز بين الخطأ والصح واتبع الطريق الصحيح. تاني فكرة وهي إنه المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. مو شرط تكون قوي بعضلاتك، ممكن تكون قوي بعقلك، قوي بعلمك، قوي بمالك، قوي بأي شيء بينفع الإسلام. ولهون بنكون وصلنا لختام أولى حلقاتنا مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعطوني رأيكم بالتعليقات، ولا تنسوا تنضموا لصفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام اللي رح تلاقوا الروابط بصندوق الوصف. وإلى لقائنا القادم، أستودعكم الله.